هذا اللقاء هو لقاء مهم في الجهة مع السيد الوزير اللي كانت عنده الصباح زيارة واجتماع كبير في الولاية مع جميع المتدخلين، وبعد ذلك هناك اجتماع في الجهة مع أعضاء المكتب وأعضاء المجلس اللي الوزير قدم وشرح المشروع ديالو اللي كانت صادق عليه في الحكومة المجلس الحكومي البارحة، وتكون أول زيارة له هي لجهة الشرق بعد المصادقة على هذا المشروع. هذا الجهة اليوم هي مستعدة باش تنخرط في هذا المشروع هذا والتنزيل ديالو على أرض الواقع، لا سيما الجهة كتعرف واحد البطالة كبيرة. الجهة قدمت اليوم عدة عروض وعدة يعني عدة تشجيعات للمستثمرين، والحمد لله اليوم كاين عدة استثمارات اللي هي بدات الجهة تستقطبها وبداو التوطين ديال هذه الاستثمارات هذو. كما لاحظتوا البارح في جرادة انه كان مشروع كبير وهو ديال القمرو اللي غادي يخدم اكثر من 800 شخص، وكان سبق له مشروع اخر اللي يخدم 1200 شخص هناك بمدينه وجده. هناك هذاك المشروع ديال الاسلاك ديال السيارات اللي تو غادي يخدم اكثر من 3500 منصب شغل. هناك بمدينه الناظور بنصار اللي كانت هناك شركه كرامه وشركتي ديال القمرو اللي خدموا بيناتهم اكثر من 2000 منصب شغل، وكذلك دمج جميع الاخوان اللي كانوا في التهريب المعيشي اللي اليوم وكانوا يديروا الاستيراد على عن طريق الميناء ديال مليليه، اليوم ولاو يستردوا على طريق الميناء ديال بني نصار. هاد الناس اللي اندمجوا واليوم خداو بقع ارضيه صناعيه في اقليم في مدينه سلوان وكذلك في العروي. هاد الناس هادو اللي اكثر من 41 مشروع اللي هادو بداوا الاشغال ديال هاد المشاريع، خداوا رخصات البناء ديالهم، هادو اللي غادي يخدموا حتى هما كذلك اكثر من 1600 منصب شغل. يعني هذا استثمارات مهمه. هناك مدينه تاوريت وكرسيف اللي هي مناطق فلاحيه ومدينه بركان مناطق فلاحيه بامتياز واللي استوطنت بها عدة مشاريع سواء في النسيج أو في لا ترانسفورماسيون ديال المواد الغذائية، واللي تهي عرفت الدعم ديال الجهة واللي هي غادية بخطى ثابتة في خلق مناصب شغل كبيرة. هناك إشكالية كبيرة وهي إقليم ديال فيقيق، إقليم فيقيق اللي هو إقليم شاسع كبير اللي الناس كيعتمدوا على الرعي، وهنا نداء الحكومة لأن منطقة كتعرف جفاف كبير، نداء اللي باش تدخل عاجل 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 لإنقاذ هذوك الكسابة، لأن الماشية ديالهم الصراحة هي المصدر ديال القوت ديالهم وهما كسابة كبار، لابد تدخل سريع للحكومة لإنقاذ هاد الفلاحة هادو. أنا اليوم في زيارة لجهة شرقية من أجل إطلاق المشاورة الجهوية التي تهم البرامج الحكومية ولا سيما برنامج أوراش. هذه البرامج التي ضمنها البرنامج الحكومي من أجل إيجاد 250 ألف فرصة لمزاولة نشاط مهني لدى المتضررين بالخصوص من الأزمة تاع كوفيد 19. وكانت الفرصة أيضا مع السيد رئيس الجهة ومع السيد الوالي أننا نطرقوا لبعض الإشكاليات المستعجلة، لأنه لقينا أنه كاين مستثمرين جاو ومحتاجين مواكبة في إطار الإدماج نتاع ناس اللي تيديروا واحد التكوين، وراه الفرق العمل دابا خدامة باش يعني برامج أخرى هذه نتاع إدماج وما إلى ذلك حتى هي تفعل بواحد الشكل سريع. خلاصة القول، هذه منطقة عندها مؤهلات مهمة، ولكن هي أيضا من المناطق التي تضررت بكثير ولا سيما في فقدان وظائف الشغل. الهدف اليوم كزيارة أولية هو إعداد برنامج عمل واقعي ودقيق وسريع جدا، وبإذن الله نرجع فيما يلي من الأسابيع من أجل إطلاق هذه المبادرات بشكل يعني عملي في مختلف الأقاليم بمعيتي بطبيعة الحال السيدات والسادة الوزراء في الحكومة، لأنه كاين قطاعات متعددة سوف تتدخل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل جهات ومن ضمنها الجهة الشرقية. ما تنساوش ديروا أبوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.